تعد سلامة المرورية غاية أساسية يتطلب تحقيقها الالتزام بعدد من الاشتراطات، في مقدمتها الالتزام بإجراء الفحص الفني للمركبات ومراعاة الصيانة الدورية خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. تزامنا مع دخول فصل الصيف، فإن الإدارة العامة للمرور تحرص على التواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال تنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية التي تسهم في الحد من المخاطر والحوادث أثناء القيادة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث يتم إطلاع قائد المركبات على إرشادات الفحص الدوري وأهمية الالتزام بها. مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لابد أن نؤكد على أهمية إجراء الفحص الدوري على المركبات لضمان أمن وسلامة كافة مستخدمين الطريق. لابد التأكد من سلامة وصلاحية كافة الإطارات بعدم وجود أي تآكل أو تمزق في سطح الإطار، والتأكد بشكل مستمر من مستوى ضغط الهواء في الإطارات. وعند اقتناء الإطارات الجديدة لابد أن نحرص على اقتناء الإطارات التي تتناسب مع الأجواء الحارة. أيضا لابد أن نحرص على أهمية إجراء الفحص الدوري على خزان الوقود بعدم وجود أي تسربات في خزان الوقود أو التوصيلات الخاصة بخزان الوقود. ننصح جميع السواق بعدم وضع أي مواد قابلة للإشتعال داخل المركبات كالقداحات والمعقمات الأيادي والعلب المضغوطة والعطورات، وعند وضع أي حاجب رأية ننصح بالالتزام بالنسبة التي حددتها الإدارة العامة للمرور وهي 0.1 ما يعادل 30%. ونتمنى أيضا من الجميع الاستفادة من الخدمة التي قدمتها الإدارة العامة للمرور وهي بإمكانية فحص المركبات قبل موعد تسجيلهم بثلاثة أشهر، وبعد انتهاء من الفحص السنوي للمركبات بإمكانية المراجعين إنهاء خدمة تسجيل مركباتهم ودفع المخالفات أما عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية أو عن طريق تطبيق إيترافيك. كما تسعى شعبة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور على تقديم خدماتها وفق أحدث الأساليب للتأكد من مطابقتها لشروط المتانة والسلامة، وهو أمر أساسي من أجل سلامة مستخدم المركبة والطريق. في فصل الصيف الواحد لازم يبتدي يشيك إطاراته بين فترة وفترة، لأن إذا نسبة الهواء في الإطار تكون عالية بزيادة ممكن تسبب خطر على السائق وحتى البريك مال السيارة، لأن الأرضية عادة تكون حارة في فصل الصيف نفس ما نعرف، فالبريكات تكون مهمة شوي حق السائق نفسه عشان تحافظ على سلامته. والواحد لازم بعد ما ينسى أشياء قابلة للاشتعال في السيارة نفس المعقمات العطور. السيارة هي مركز أمان للإنسان يتحرك فيها، لأن هي مركز أمان، إذا تايراتها بريك مالها صحتها مي تمام فبيكون هو في حالة خطر. خصوصا في فصل الصيف حاولوا ما تتركون أي شيء قابل للاشتعال في السيارة، خصوصا مع موجة الكورونا نترك المعقمات مثلا العطورات، هاي أشياء قابلة للاشتعال حفاظا على سلامتكم وسلامة الغير. خدمة فحص المركبة قبل 3 أشهر، فيعني تنبه خلنا نقول السائق قبل اللي هو حلول اللي هو وقت اللي هو الفحص، علشان يكون الأمور كلها واضحة قبل لا يحين وقت الفحص الشهر ماله، فيقدر مثلا إذا في أي أمور يقدر خلنا نقول يصلحها أو يعدلها، فعند الفرصة الكافية قبل ما تخلص فترة التسجيل. خدمة جدا مميزة تفيد المواطنين والمقيمين. نشكر الإدارة العامة للمرور على هذه الخدمة. السلامة المرورية هدف رئيسي تعمل عليه الإدارة العامة للمرور، وتعاون سائقي المركبات أمر هام في هذه العملية، الأمر الذي يسهم في خفض معدلات الحوادث وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق.